طيب خلال مقطع الفيديو شو صار هشام؟
لا انكشف. شو انكشف يا شباب؟ انكشف انا اجي على الشارع هيك بساعدهم او طلع له اقول هشام ما بعرف شو نعم اجى الشيخ ليساعدهم فطلع هشام عم بيزن لانه ما خاف الصوره. طيب انتم بالحياه العمليه كيف ممكن حدا عم بيكذب شيء شيء مره حدا كذب؟ فلازم شو يكون على طول شو؟ صافي. فالصدق اذا قال الكذب ينجي فالصدق انجم، الصدق انجم من الكذب، مهما كذبنا فبالتالي الحقيقه رح تظهر. مزبوط؟ نعم. فاذا علينا بالصدق. توعدوني ان تكونوا صادقين دائما في حياتكم؟ نعم. مع الاصدقاء، مع الاهل، مع المعلم، يعني يوم تجيك نسيت ما تكتب الوظيفه، لا تقول للاستاذ كنت بريد اقول يا استاذ نسيت كنت عم بلعب. ونسيت تكتب، كون صادق. الصدق بنجيك، اما الكذب بنجي شيء الكذب؟ لا بالنار. الله يعطيكم العافية، بتشكركم على حضوركم اليوم.